إلى كل متابعي قناة شو تيفي مباشرة من السوق الأسبوعي بمدينة سيدي بنور، بعد الانفتاح ديالو دابا الأسبوع الثالث، غادي ناخذكم في واحد الجولة هنا للسوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور باش نشوفوا الأجواء كي دايره في السوق، نشوفوا كذلك الخضرة شنو دايره، الناس كيفاش عاملة، البيع والشراء كي دايرين، الخضرة الثمن ديالها كي داير. هذا اللي غادي نحاولوا أننا نحاولوا نشوفوه مباشرة من السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور. دائما شوف تي في غادي نحاولوا اننا ندخلوا للسوق باش نشوفوا الاجواء، نشوف كذلك الأثمنة ديال الخضرة كي دايرة. الان غادي ندخلوا للسوق. كما كتشوفوا معنا هنا غادي ناخذكم في واحد جولة في السوق الأسبوعي اللي مدرسة بالله. كما كتشوفوا معنا السوق السوق يعني عامر، السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور اللي من خلاله غادي ناخذكم في هذه الجولة الصباحية نشوفوا الأجواء كي دايرة في السوق. دائما مباشرة من الصوف شي كلمة يقول هاد السيد هذا كان ضحكو كان صعيب ما عاد كلشي تفليا كلشي تبرهيش كلشي دائما مباشرة من السوق الأسبوعي مدينة سيدي بنور اللي غنشوفوا الأجواء كي دايرة من السوق كما كتشوفوا السوق عامر كما كتشوفوا هنا مباشرة من السوق الأسبوعي من مدينة ندير لك الإشهار واحد الجولة السوق الأسبوعي ديال مدينة سيدي بنور. صباح بخير بعسلك. شوفوا دائما اليوم في الاسبوع الثالث بعد السوق ورجعت الحاله الطبيعيه ديال العاديه. حنا كناخذكم الان في هذه الجوله مباشره هنا من مدينه سيدي بنور. مرحبا بكل متابعي قناه شوفي هنا مباشرة من السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور. يعني كما كتشوفوا السوق اللي كتعتبر من أكبر الأسواق المغربية كما كتنتظرونا قبل نهاية الحلقة اللي غادي نطرقوا لواحد الموضوع، واحد الموضوع خطير هنا بالسوق يعني فضيحة هنا مدينة سيدي بنور، واحد الفضيحة من العيار الثقيل اللي في الحقيقة اللي شغلت الرأي العام، اللي غتشغل الرأي العام الوطني، لأنها مسألة خلل في دفعات أموال اللي غادي نناقشوها هي
252 مليون اللي تم التحويل ديالها. خلاص هو اللي غادي نقعدنا نقاش حول هذا الموضوع هذا. ودائما بالشوارع السوق الاسبوعي لمدينه سيدي بنور اللي من خلاله غادي نشوفوا كي داير الاجواء في السوق، كي داير الحاله في السوق. بيع وشرايا غادي ناخذ له البيع وشرايا والاثمنه كي دايره نشوفوا، لان كما عرفتوا ان كما تعرفوا ان هذا السوق هذا كيتعتبر من اكبر الاسواق على الصعيد الوطني. دائما مباشره من السوق الاسبوعي. اول حاجه غادي نمشيو نشوفوا الرحبه ديال الزرع هي الاولى. خويا بخير، لاباس عليك؟ بخير. غادي نمشيو ل غنمشيو نشوفو رحبة الزرع كبيرة. يعني السوق كيجي عيد سميهان، ها أصحاب السحر، أصحاب التليفونات، مازال غادي إن شاء الله نطرقو هذا الموضوع هذا ديال الشوافات هنا في السوق. مرحبا. ممكن هذا السؤال؟ بالله يا شريتو الان مباشره على قناه شو تي في. السلام عليكم. انت مباشره على قناه شو تي في، ممكن توضح لنا كيفاش الاجواء عندكم هنايا؟ كي داير الزرع خصوصا من بعد 7 شهور والسوق محبوس ودابا السوق رجع؟ كي داير الاجواء ديال السوق عندكم هنايا وكي داير الحركه؟ السوق اخويا مزيان، كلشي على خير وبخير. بنادم ناشط بعد رجع لنا هذا السوق، راه بنادم راه عاشق عليه، سمنا داك السوق ديال الطوالعات فلاحه، كلشي باغين هاد البلاصه هادي وباغين هاد الرحبه. الناس كسابا راه عاشق عليهم، بيع شري راه عاشق عليهم، كلشي رجع لبلاصته الحمد لله، كلشي على خير وبخير. الحركه بالزرع كيداير الثمن؟ الزرع موجود، الثمن مناسب، كلشي الحمد لله، الخير موجود. خصوصا مع الجائحه ومع الجفاف. كلشي على خير وبخير. خاصه الفلوس، خاصه الفلوس. واه الفلوس بلا جد. خاصه الفلوس. كيداير الحركه؟ حركه، حركه مزيانه، خاصه الفلوس. مساعده. ها جيت انت؟ واحد في الاجل. هذا عامل واجد. لا صح، انت نشوفوا كذلك معنا احد التجار ديال الزرع. السلام عليكم. انت مباشره معنا على قناه شو تي في. كيفاش داير السوق؟ كيفاش داير الحركه؟ كي داير السلعه خصوصا مع الجائحه و7 شهور السوق مسدود؟ يلا تحل. كي داير الاثمنه ديال الزرع، ديال الحمص، ديال الفول، ديال داكشي مناسب الحمد لله. ملي تفتح لنا السوق وعاود من الدو جديد، راه الحمد لله على كل حال. دابا راه الانسان غادي ميسر القضيه بشويه بشويه. وكاين شي يقبل على هذا الشيء ولا والو؟ بشويه، على حساب داكشي ناقص عند الناس، فلوس ناقصه شويه والمعيشه ناقصه. ومع الجفاف كيدير الزاك؟ لا ما كيسن لك الحمد لله، سير حمد الله وشكرا. الثمن طالع شويه ولا هابط؟ بيني وبين متوسط. ما طالع ما هابط، على قد الحاجة المنتوج كيفاش كيتوفر لهم. كيفاش كيتقبلوا الناس الثمن دابا؟ خصوصا الناس الساكن اللي ما عندهمش. واه الانسان كيمشي، كل واحد كيمشي على قد جهده. هذا هو اللي كاين. شكرا كما كتابعتوا معنا. مرحبا. الأخ باغي يعطي واحد النداء. شكرا قناة شوف تي في. أنا كنتمنى من الدولة دير حقوق لهاد الناس التجار. وجميع الناس التجار يعطيوهم الحقوق ديالهم، صيغتو الناس المحلات التجاريه، اي بائع اي بائع متجول يساعدوه في اي حاجه وفي في اي امور ان شاء الله. وكنتمنى هذا السوق يكون ناجح 100% وما يبقاوش المشاكل، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق لهاد الناس سيدي بنور. وكنتمنى جميع الناس اللي داروا المجهود هذا السوق، جميع المحلات التجاريه، وكنتمنى من الدوله تحط النفس ديالها وتفهم النفس ديال الاخر ودير لي وتعطيه يعني الدعم وتساعده في بزاف د الحوايج. وكنتمنى هاد المشاكل يحيدوا، ما يبقاش هاد الصداعات وهاد المظاهرات وهاد بزاف د الحوايج. كنتمنى. وشكرا. شكرا. كنتمنى بالنسبه لهاد السوق، حنا الان في الرحبه ديال الزرع اللي كناخذوا الاراء ديال المواطنين
مرحبا بكل المشاهدين، مرحبا بالاخ ادريس كويتا مدير سكرنو نيوز، الصديق ديالنا والزميل ديالنا. تحيه ليك سي كويتا. كما كتشوفوا الان احنا مباشره على قناه التيك توك، كتشوف هنا مباشره من الرحبه ديال الزرع. كما كتشوفوا الناس كيتقداو. مرحبا، الله يحفظك. كما كتشوفوا حنا الان عايش عندنا ان شاء الله. كما كتشوفوا راه دابا كاين المهنه ديالو هي العبار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا بخير، انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كي داير السوق؟ كي داير الحركه؟ كي داير من يرجع لكم السوق؟ مزيان الله يا ودي. السوق كنا ضعنا فيه صحيح وحق الله العظيم، السوق كنا ضعنا فيه بزاف. وشحال من دروج ضاع في هذا السوق هذا. احنا مولفين كندور اولادنا من هنا، صدقنا ولينا مريحين والله. تحولوا لنا السوق. هذه الرحبه ديال الزرع تاهي مخدمه عباد الله. خدمه عباد الله وعايشين فاش لا دراوش طالع مع شواد، الناس كيهزوا الخيشه، عباره، باهله، كلشي كيعيش هنا والله. كانوا ضاعوا الناس بزاف اصاحبي، كاين اللي ما عندوش فين ساكن كاع. كيريحنا في هذه الرحبه، عايش في هذه الرحبه، كاين الزرع، يحط زرع مع الناس يتخلص، كاين شي حاجه ديالنا. وين من يحولوا السوق ضعنا، كل شيء ضاع، حتى واحد ما بقى بغى يمشي تمانيه والله. الناس تكرفصت اصاحبي بزاف، بعدوا علينا. قلت لي انت حمال ياك؟ اييه. كيفاش فرحتوا من يرجعوا السوق؟ وكيفاش دار الحركه؟ واحد صاحبي عندنا الغانجوا داخل، حنا عايشين بهذه الحربالي. وحنا لقينا باركي والو. السوق حبسوا وقنا مريحين والو. عندنا وليدات، عندنا خمسه دراري. عايش عباد غانجوا. لو كيمشيو للموقف وتا الموقف ما كاينش خدمه. ملي بدا السوق بدينا نتحركوا ان شاء الله. كذا الثمن ديال الزرع؟ الثمن شويه، واخا كاين الثمن شويه يعني مناسبه زوينه فهمتي. دايز بنادم، المهم من عمر السوق راه مزيان. راه كانوا ضاعوا الناس الا في هذا السوق هذا والله. كانوا ضيعوا الناس، عرفتي شحال من واحد عايش هنا صاحبي، راه كانوا كرفسوا الناس بزاف، تكرفست. دابا السوق راه مزيان. الفلاح دابا داخل مدخل الزرع، كيدي الزرع يعني اللي خاصها شي حاجه كيديها. الناس كانت ولا باغي ياخذ الزرع الاولاد وما يطحن وما بقاش بقى منين يدي. كيسمع ثمن مهم خاصو يمشي للفيلاج ولا يركب ليه بواحد المسافه باش يجيب داك الزرع. العبره طلع لي 16 117. دابا الناس راه كيدو من 1000 حتى 11 12 كيدو الزرع، كلشي واكل. القمح دابا كاينه 11 12000 على لحساب المستوى فهمتي. والشعير هذا الشعير كاين 11 12 هذا الشيء اللي كاين في السوق. رويزه كاينه 50 ريال 48 هذا الشيء اللي كاين. كيلو الله يصاوب هذا اللي نقولوا. كما كنت تتابعت معنا مباشره على قناه شفتي، احنا الان رحبه الزرع كما كتشوفوا الناس كيتقداو كما كتشوفوا. الناس يقلبوا الزرع. السلام عليكم، انت معنا مباشره على قناه شوف تي في. اش ممكن تقول لنا على السوق وكيف نرجع للسوق ومع الناس ديال فرحانين بسوقنا وكان مشى لينا وكنا ضعنا ودابا الحمد لله رجع لينا وكل شيء عايش فيه وكلاب عايشين فيه ودراوش عايشين فيه وحباب عايشين فيه وبغاو يحولوه لينا. نكر وعيش سيدنا وعيش سيدنا وعيش سيدنا وكاع الرايه ديالو وهذا الشيء اللي كنقولوا. ها السوق ديالنا مولفينو تاكلوا الطويليه فرشوا لينا بهيم بكره مدير 4 8 3 8 فرش الثمانيه كاش غنديروا ليها تاولت تفرش عجل تفرش ما كاين فين نوقفوا ما كاين فيه هذه خاصك نعجبها غاتجيب 4000 1200 مركوب ستانك اش غيبقى لك؟ لا اش غنقولوا الله يعيش سيدنا وخلى السوق ديالنا احنا باغيين سوقنا يبقى لينا. قول اسيدي قول اسيدي. السلام عليكم. خير سيدي، احنا باغيين سوقنا يبقى لينا. سوقنا منافع لينا للدروش وكل شيء. النعجه راه كانت تهز من هنا ولا تمشي ب 100 درهم. انت ويا الطويله وبيعها ب 4000 شنو غيرد للدراري؟ الشيط لي في هذه النعجه. السوق راه خاصو يبقى في بلاصتو. للدراوش معسين فيه دراوش. طال مع شوات طلابه مع عايشين فيه. تم كل شيء عايش في السوق. شريبي راه العجل مشى ثمانيات في العصليهم وتباع ب 400 الكيلو. العجل سوى 4 80 3 80 تباع ب 400 الكيلو تما. شنو هذا منكر اشنو هذا؟ هذا راه ماشي معقول على عباد الله. هذا خاص الناس تطابق على السوق. السوق هذا راه عنده 300 عام ولا 400 عام هو مكرر هنا.
باش يجي واحد من هنا وين يقدر يدي الطويل عاد راه ماشي معقول هذا راه ماشي معقول. الله يعيش لينا سيدنا ويعيش المالي عيش المالي عيش مالكنا عيش مالكنا مالكنا الحر عيش مالكنا هو شجروا احنا وعاش الملك السدس ورا عباد لا مدوزة على الدكاكة في الشمندر ورا مدوزة على الفلاحة وحيدوني من الماما فيك يعطونا بايلة وعطونا عبرة ديال الزرع ورا حنا سكتنا لا إله إلا محمد أبا أحد من رجالك خاتم النبيين لا إله إلا الله محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين احنا جواد وعايشين مع الجواد واحنا محترمين في السوق سلاله الملك غنموتوا على السوق حنا الغوت الموت الموعده غادي تكون ان شاء الله هاد السوق غنموتوا عليه ان شاء الله حنا دراوش وجا فقراء وداونا الناس سوق هكا ديك الدراوشه غتجيب بقره بشحال غتبيعها وكاين اللي غتموت من الجوع هذه الثوره سلاله الملك الله ينسك ويطول عمرك لما شوف من حالنا المهم نحاول السوق تاعنا حنا ولادنا تاعنا والله الا تاعنا بالله كما تابعتم هذا عالم ديال السكينه والفلاحه والخزوع في السوق هذا اللي الناس فرحانه فرحه الناس فرحانه بهذا السوق هذا كيف ما كتشوفوا تقول لهم احنا ما عندناش انتخابات هنا رجال ما رجعوش شي واحد معين السوق الله يحفظك عاد سيدنا السوق يلاه تسوي عندنا السوق السلام عليكم السلام عليكم الشريف كي داير السوق؟ السوق بخير وعلى خير كي داير الزراعة كي داير البول كي داير الزراعة غالي كلشي غالي الحمد لله خير موجود خير موجود كلشي بخير وعلى خير والثمن كي داير؟ والثمن سيدي غالي الثمن طالع زيد مع الجفاف مع الجفاف الجفاف راه عامين وياك تطحن فينا البقر يطحن فينا البهيم يطحن فينا كلشي كيطحن فينا والحمد لله حنا ملي رجع لينا السوق ردوا لينا عاش الملك والناس المسؤولين كما كيشوف معنا تقريبا هنا مباشرة جولة السوق الأسبوعي كنا حنا دابا كنا في الرحود الزرع من الآن غادي نكملوا الجولة ديالنا كما كتشوفوا الناس شي خدام مع شي كله و هنا كلشي كاين الفقير الغني اللي عنده اللي ما عندوش الناس مضاربه مع الزرع كما كتشوفوا هذه الانواع ديال الزرع قلبو طيب قلبو طيب مسكين دائما مباشرة على قناة تي في هنا الزرع اللي كتشوفو اللي كتشوفو الآن انت اللي كتبيع هادشي اشري بيا الان معنا واحد السيده اللي كتبيع حتى هي الزرع هنا في السوق السلام عليكم انت مباشره معنا على شوف تي في اش ممكن تقولي بعدا على الثمن ديال الزرع كيف السوق من رجع لكم الحمد لله كلشي زين الحمد لله مرحبا وفرحانين بالسوق ديالنا وانا كنبيع في الزرع دابا هذاك خرطه داير 80 والسعير داير 80 بحال بحال هذه هي المهنه ديالك اش اللي كتجيبها الزريعه باش تسوقي هي هذه باش كنتسوق على وليداتي وباش كنمشي مع بهيماتي ومع وليداتي كيفاش كنتو مني حبس السوق ومع كورونا وكنتو ولات السوق والله الا تكرفصنا بزاف وضاعوا لي حالة كما نقول حمدنا الله وشكرناه والله يعز سيدنا والله يحيى سيدنا عاش الملك عاش دائما مباشرة من السوق في مدينة سيدي بلبون ودائما في هذه الجولة الأسبوعية اللي عوضنا عليكم اللي غيبقى كل أسواق يعني راه دائما الأسواق كل السوق
الثلاث غادي القديمه ان شاء الله كل الثلاث غادي نقلوا كلنا معكم نقل مباشر عبر قناه شوف تي في دائما مباشره من الاسواق كما كتشوفوا الناس راه مسوقه قهوه ديال الحوت كتشوفوا دائما مباشره كتشوفوا دائما مباشره مع الحوت قالوا جي عندك قلب على الله ولا لا قالوا جي قلب على الله شنو السوق هذا كيف كتشوفوا الناس السلام عليكم انت مباشره معنا على قناه شوف تي في كي داير السوق عندكم كي داير الاجواء كي داير الحوت الحمد لله كل شيء مزيان سي زهير الحمد لله كل شيء بخير كل شيء هو هذا داكشي الامور في البلاصه داكشي مزيان نعم سيدي الناس فرحانه في السوق حركه الحال بزاف بزاف ما قدام فرحه بحال اللي عندهم العيد يا فرحانين بالسوق بزاف مزيان مزيان اه كلشي كلشي الناس فرحانين وعاش الملك ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد دائما كما كتابعوا معنا احنا الان احنا كل يعني السوق راه كلشي خدام فيه كما كتشوفوا البليردات على الفاخر السلام عليكم سلام كي داير الحال كلشي زين كي داير مع السوق مزيان فرحانين فرحانين الحمد لله بالسوق رجعت دير البريردات ديالها اه البريردات والنعينيعات وما ينيداو ها هذا هو الحرفه ديالك هذا هو الحرفه شوف تي في دائما في هذه الجوله الصباحيه في هذا السوق هذا الشعار ديال السوق هو هذا طيب واري بالكمون جايبينات بخير وسليم كل بخير السلام عليكم انت مباشره معنا على قناه شوف تي في كي داير الحركه في السوق الحمد لله خويا مرحبا السوق هو هذا دابا راه رجعوه كما كان ما في الاول فاش ما كان السوق راه كنا نديرو كروسه وندورو في الجناب دابا الحمد لله رجعوا لنا السوق راه بقينا بلاصتنا بلاصتنا احنا جينا ليها ونبيعو ونشريو كي داير الفول الفول شويه راه كنا تنشيو 180 الكرم دابا راه 300 المهم الناس ولفوا يدوها 100 تيعرفوا ما 100 اه مع 100 دابا تتقول لي 120 تيقول لك لا 100 واه هما ما تيعرفوا الكرم شحال داير دابا اللي ما داش الفول مع هذا الصوت اللي ما دا الفول غياكل العصا عند المراه في العشيه ها هي ها قول لي ما يدي الفول الا ما دا الفول الله تياكل العصا عند امو عند مرته ولا عند امو اه صافي حيت طيبوها لي هو الفول السويقه ديالو السويقه هو كل شيء هو الفول كما كتشوفوا كذلك هذا بائع الادويه تا هو بنادم ما استفاد ما والو راه قضيه محاكه واحد شو كيفاش الناس فرحانه كيفاش دابا الحركه ودابا بعد رجعوا السوق راه رحمه الله بنادم راه والله يتسوق ولا دابا النور مزيان اخويا اقلمسي دابا النور والو بعد رجعوا السوق راه بنادم ولا شويه شويه واخا الازمه واحد شويه وصف. شكرا شكرا على الوقت كما كتابعوا معنا مباشره على قناه تاجوتي راه مباشره دائما
مباشرة من السوق الأسبوعي بمدينة سيدي بلال. هنا مباشرة على قناة شوف. هنا في هاد الجولة السوق الأسبوعي. السوق تبارك الله. السوق عامر تبارك الله. هادي مي الخبز تا هما كما كتشوفو الخبازة الناس هادو مي الخبز تا هما اللي كيترزقو الله. السلام عليكم. انت مباشرة معنا قناة شوف تي في، ممكن تقول لنا الحركة كي دايرة وكيفاش وكيفاش السوق استقبلتهم؟ نرجع لكم. الحمد لله السوق ولا الدنيا راه مزيان، كنشكروا جلالة الملك على عاش الملك عاش الملك. شكرا. كما كتابعوا معنا مباشرة على قناة شوف تي في. عاش الملك عاش الملك. كيفاش رحتوا من رجع لكم السوق؟ وكل شيء زين اخويا الله يحفظك، كل شيء مزيان كل شيء او بزاف بعدا بزاف تاع الحل بزاف. ليت الحوت الخبز غادي عنده درك هذيا الخبز الحوت كل هذا كل سيدي. عاش الملي تبارك الله على الخير ديال دفكاله تبارك الله. كل شيء موجود كل شيء موجود الحمد لله. الخبز موجود ودائما هنا مباشره على دائما الاسواق الاسبوعيه الحمد لله الخيرات موجوده كما كتشوفوا معنا دائما هنا من السوق الاسبوعي الحمد لله كما كتشوفوا الناس بايعه وشاريه. هاد الصف هذا فيه الحواته كما كتشوفوا معنا دائما على قناه شوف تي في. كما كتشوفوا معنا مباشره على قناه شوف تي في. السلام عليكم. كيداير المعلم؟ بخير. كيداير الاجواء؟ الحمد لله ناشطين كما كتشوفوا الناس الحمد لله البيع والشراية ناشطين مني تحل السوق كما كتشوفوا تبارك الله تبارك الله الناس تبارك الله البيع والشراية البقر كما كتشوفوا الناس دائما مباشرة سوق أسبوعي كل شيء موجود الحمد لله كما كتشوفوا. تحية خو زهير الله يحفظك. تحية لشكر طاهر كما كتشوفوا. كيفاش ما معاك ما نجي تقول لي كيفاش جيتي انت كذا الله يرحمك كما كتشوفوا. هكا بايلا ها الصول ها الرايا خويا عاش الملك عاش الملك اسبوعي سيدي بنار مرحبا خويا. فرحة كبيرة هادي وفرحنا بزاف ملي عمرنا السوق ديالنا ديال سيدي بنار وحنا كنموتوا على السوق ديالنا حين جا وسط المدينة ووسط العائلة وجا يعني الناس كاملين هنايا فرحانين وكلشي فرحان بلا السوق ديالنا رجع الأسبوعي وحنايا ما بقيناش كنعيشوا داك الضغط وداك الجوع وداك الشيء اللي داز علينا في كورونا. الحمد لله وعاش الملك عاش الملك. كما تابعتم معنا مباشرة على قناة شوف تي في دائما حنا غادي نمشيو دابا مباشرة مباشرة غنمشيو ل دائما هنا مباشرة من السوق السوق ذات سيدي بنور لا هنا غادي
قربنا نحفظ الخضرة دابا. احنا دائما ان شاء الله كل اسبوع الناس العشاء قوي، الناس الوكاله والناس الضويقيه. دابا غادي ندخلوا نشوفوا الخضره شنو دايره. الناس العشاء الزيتون والناس الوكاله الزيتون يطلعوا مرحبا. الخضره دابا الزيتون اللي يجي مرحبا به. احنا غادي نصبر نحفظ الخضره. خاص الزيتون الكحل يجي مرحبا به. الزيتون الكحل، الزيتون المنثور، الزيتون الاحمر، الزيتون البعدم. هنا مباشره على قناه سي تي في. احنا غادي ناخذ دابا. هذا دابا غادي نشوفوا الخضره اش دايره. كما كتشوفوا. السوق هو هذا على الخضره. أما الخضرة موجودة بطاطا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليك؟ مرحبا سيدي، أنا جاي عندك. كما كتشوفوا الخضرة موجودة. كتشوفوا مطيشة. حنا غادي نشوفوا غنشوفوا الأثمنة ديال الخضرة كي دايرة. السلام عليكم. شنو كتشوفوا؟ الله الله الله. بطاطا 90، بطاطا 90، 90 خزو 100، خزو 100. السلام عليكم. انت مباشرة معنا على قناة شوف تي في، كي داير السوق بعدا؟ السوق زين الحمد لله، سوقنا زين بخير ولا خير. السوق كانوا جلوه لينا، ودرونا ودرو كليان ودرو معاشوات ودرو كل شيء، حتى واحد ما بقى خلاوه يتنفه. الراجل كان يجي حاتي على العصا هنا للسوق ويدي خدشة ديال الخضرة لولاده. أما اللي مشى هكا الكمية ما بقى فيني بلاصي، الحصيط البلاد تحرتو في غادي بلاصي وهاد الكميات. يلا وريني كي داير الخضره. الثمن ديال الخضره خضره شويه بركه على قد المستوى. شحال داير البطاطا؟ البطاطا داير كاينه 90 ريال. البطاطا الحلوه عادي بحال 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 بحال. خيزو شحال داير؟ خيزو داير 100. الشفرجل؟ الشفرجل داير 120. واللفت؟ اللفت 100. القرعه؟ 100. الفلفله؟ 100. مطيشه؟ 80 ريال. على قول داير ريكلام. اي هادشي ما غايلقاو غايلقاو تما في الطويلات. اه واش هاد الشيء كيحطوه في الطويلات ملي غادي تجوها البهايم مشاو. وهاد الخضار هاد الخضره فين غنديوها؟ هاد المستهلك فين غادي يمشي؟ كي غنديروا له يلا وسوقنا في بلادنا. شكرا. كما سمعتوا معنا الناس بيعوا الشرايا. احنا دائما في هاد الجوله السوق الاسبوعي كما كتشوفوا الخضرة موجودة الحمد لله. الأثمنة راه أثمنة مناسبة، كلشي مناسب كما كتشوفوا دائما مباشرة على قناة شوف تي في. كما كتشوفوا تبارك الله القرعة الدكانية كي دايرة تبارك الله. شوف السلام عليكم. سلام. الله يشريف بخير. لاباس عليك. احييتك. عينك فيه ما حيمنيش ولا مالك؟ كيفاش الشريف بخير؟ الزكاة ديال المرضي الله يبارك فيك. كل شيء بخير. مباشرة معنا على شوف تي في. كيداير الحالة؟ كيداير السوق؟ والحالة نطلبوا من الله تعالى الله يرحمنا الله يحن علينا ونطلبوا من الناس المسؤولين تا هما يتعاونوا معنا في السوق. هنا راه مسدود من روكار من روكار ديال الماء. وقت الشتاء كنبقاو بحال الحوت. وهادشي هو اللي كاين، هو اللي كاين ولد عمي. كيداير الثمن في السوق اليوم؟ الثمن السالير غالية شوية، الخضرة في الجملة غالية. القرعة كاين القرعة مزيانة؟ القرعة حتى هي غالية، حتى هي 50 ريال 60 ريال في الجملة. وهادشي اللي كاين هو هذا. طلبوا الله تعالى الله يحن علينا. اللهم آمين. كما كتشوفوا الناس الأجواء
الخضرة كما كتشوفوا مباشرة من السوق الأسبوعي. كما كتشوفوا الناس الخضرة موجودة الحمد لله. عاش الملك. كما كتشوفوا عاش الملك عاش الملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مباشرة معنا على شوف تي في. كيداير السوق؟ كيداير الحالة؟ الحمد لله. الله ينصر سيدنا، الله يحفظه، الله يعطيه العز، الله ينصره، الله يحفظه، الله يعطيه الصحة. عاش الملك. كيداير الثمن ديال الخضرة؟ كلشي يزيد الحمد لله، الله يرزق على الصحة والسلامة. كيفاش الخضرة شوية غالية؟ كلشي غالية، كاين الثمن، الطاطا ب 26، 28، خيزو 22. شحال فيها الكيلو نتوما؟ دايرين لها 90 ريال، حنا بارك حنا أدريوش. خيزو شحال داير؟ خيزو داير 90 ريال بحال بحال. ما عطيش 80. الله ينصر سيدنا. عيش الملك عيش الملك. كما كتشوفوا الناس في السوق، الناس فرحانه، اللي عشره فرحانين، كيقول لك على 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 السوق. كما كتشوفوا هذا تا هو داير قهيوه، الناس كلشي خدام، شي خدام مع شي تا هو. شوف تو مسكين داير قهيوه على قيد الحال، كيترزق من الله كما كتشوف. اش ممكن تقولي على السوق؟ اش كيف نرجعوا لكم؟ الحمد لله، الله يكثر خيرهم. عندك هذه القهيوه هذه؟ الله يخلف هذيك، ما تكلمنا سبع شهور ما خلفناش، لكن الله يخلف علينا، الله يخلف علينا، الله يعاوننا. ضريتوا شويه؟ بزاف، سبع شهور، لكن الحمد لله. الحمد لله، كما كتشوفوا، الله يعز الرجاله، الله يعزهم، الله يعزهم، ردوا لنا سوقنا، الله يعزهم. كما كتشوفوا الناس السوق رجع ليها، الناس فرحانين، خضارة فرحانين، البيع والشراء كلشي فرحان. حنا دائما كناخذكم في جولة أسبوعية عبر قناة شوف تي في. حنا دائما هذه غير حنا الله في البداية ديال الرحمة الأولى ديال الخضرة. دائما غادي ناخذكم في هاد الجوله هذه. كما كتشوفوا كلشي جميع المهن هنايا، هنا الزيتون كما كتشوفوا، السوق في كلشي، اي حاجه بغيتها في السوق موجوده. والناس كانوا باغي يتحولوا من هاد السوق، يعني الناس حتى واحد ما بغى يتحول، يعني كيجي واحد للسوق ياخذ زيت العود، ياخذ الزيتون، الزبيب الحامض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما قلنا لكم مازال غادي عندنا ملف خطير على السوق الأسبوعي اللي غادي نناقشوه، لكارثة عظمى اللي واقعة هنا في سد بنور كما كتشوفوا. السلام عليكم. أنت مباشرة معنا على قناة شوف تي في، واش ممكن السوق والكليان اللي كان عندكم، واش باقي ذاك الكليان اللي كان ولا الكليان ما قلال؟ الكليان يلاه سالي كيرجعوا للسوق. كليان سوق اسبوعي عايشين فيه الدراويش المساكين وما باغين يحولوا. كيداير الحركه دابا؟ الحركه الله يجعل البركه بنادم، الحركه مع الجو ديال الشتاء. كيداير بعشر الزيتون قليل هذا العام؟ كيداير الثمن؟ الزيتون موجود، الزيتون طيح الثمن، داير 6 دراهم، خضر 5 دراهم، 4 دراهم، على حساب الجوده ديال الزيتون. نسولك هذاك الشاب هذا، السلام عليكم. انت هنا خدام مع السيد هذا، كيفاش حسيتوا الولد ديالو تبارك الله، كيفاش حسيتوا من حيدوا لكم السوق ومن رجعوا سبعة اشهر ديال الحجر الصحي والحركه واقفه؟ حسينا باللي السوق هو اللي كان، السواق هو اللي كان منور في السواق، هو اللي هاز اقليم دوك هنا، يا هو اللي مزيان. اخرين ولكن الثلاث هو اللي الميزانيه ديالو مزيان. لان خطاكم ثلاث سيدي بامور، الميزانيه تقريبا نص الميزانيه غتمشي لك. نص الميزانيه كتمشي، واه بحال يمشي كل شيء. السوق مزيان. انا سيدي الا فرحنا ملي رجع علينا السوق، قسما بالله، فرحنا بزاف. السوق ديال الدرويش حتى العشيه ودي جي دير شي وليداتك، صافي تحاكينا ولاو دوك الكراسي مشيو عندنا الدوار، ما نعرفو ما نشريو باش ما حسبوا لينا كنقطعوا داك الشيء. السوق هو اللي منور. سيدي فرحنا ملي جانا السوق، فرحنا بزاف. كما كتشوفوا الناس في السوق فرحانه برجوع السوق،
كما كتشوف السوق كلشي فيه، كلشي فيه، كاين الجزارة يعني الدراري باقي كلشي، كلشي في منطقة السوق هذا يعني ما كانت غتمشي الهوية ديال واحد قرون يعني شحال من قرن السوق هذا يعني كلشي كتلاه فيه هنايا كلشي كما كتشوفوا حنا غادي نبتدي كنمشيو ل واحد الرحبة ديال الحواتة كنمشيو عند لما شفنا الرحبة ديال الخضرة غادي نحاول ان نشوف شي مناطق اللي ما عمرنا مشينا لهم في الاسواق السابقة بسم الله كما كتشوفوا الان وقينا غير ندعوكم في هذه الحلقه الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.